Hey geeks, welcome back to more Resident Evil 3 Remake. معكم حسين سلم. أكيد عرفتوا من عنوان الفيديو إنه أنا حالياً راح أعطيكم شوية خلينا نقول تلميحات مساعدات عشان تتقنوا الدوج يا فتكات. أنا حاليا عم بلعب اللعبة على البي سي وش اسمه وإذا ملاحظين اللعبة صارت الإضاءة فيها أفضل. أنا هاي الشغلة لاحظتها في في أول جيم بلاي إنها اللعبة شوية معتمة حتى لما تزيد برايتنس. وانتو كمان بالكومنتس حكيتولي فظبطتها. طبعا انا كنت مفكر هذا الموضوع بس على البلاي ستيشن لان اول فيديو عملته كان على وبعدين مع هادي لما يقول لي اكبس ال 3 عشان ران بتضلها تنقزني. المهم انا فكرت هذا الموضوع الاضاءة الخافتة بس على البلاي ستيشن، بس لا، حتى لما لعبت على البي سي الاضاءة فيها خافتة. بس مش مشكلة، عن طريق الاوبشنز ديسبلاي برايتنس بتلعبوا في هدول الماكس والمن، وهاي بالذات الثالثة هادي بتساعد آخر واحدة وخلص بتعدل فيها لحد ما تشوف الاشي مناسب. فأتمنى انه حاليا الصورة خلينا نقول أوضح. بعدين تنسوش انه حاليا اللعبة تجري أحداثها فترة الليل في المساء، فإشي بديهي يكون معتم، بس إنه مش لدرجة إنه إحنا كمان ما نشوف. تمام. هلأ زي ما شفتوا بالعنوان، أنا من وقت ما نزل الديمو للحظة هاي وأنا بتدرب على قصة الدوج. خلينا أقول مش احترفتها 100%، لأنه الموضوع بيعتمد على كتير عوامل. طبعا أفضل مكان للتدريب هو هون بعد ما تنزل من تحت باب الكراج. هلا اول تلميح او اول مساعده بقدر احكي لكم اياها انه حاول تهرب. لا، اول مساعده انه حاول تعمل الدوج في مكان واسع، لانه الاماكن الضيقه ممكن لما تعمل الدوج تلاقي جل دقرت بالحيط او دقرت في اشي فبتوقف بيمسكك الزومبي. زي ما قلت لكم انا ما احترفتها 100%، بس في شغلات اكتشفتها ممكن تساعد. اللي لاحظته انه هو لما يصيح ويمد ايديه الزومبي هادي بهذه اللحظة لازم تعمل دوج. عرفتوا كيف؟ لاحظتوا؟ بعدين شغلة تانية، لما تكبس كبسة الدوج اكبسها صح، مش هيك بطرف اصبعك، مش بطرف اصبعك يعني، وانت يعني ضلك كابس عليها وبنفس الوقت تكون كابس الاتجاه المعاكس اللي بدك تروحه. يعني هاتيها ان شاء الله تزبط. انك تكون كابس كبسة الدوج وتضلك كابس عليها، مش انه تكبسها وتفلت. عرفتوا كيف؟ مش تكبسها وتفلت. انا بحب الدوج تبع السكينة، حركة السكينة حلوة، بس كنت بفضل شغلة انه تعمل كومبو، يعني تضرب ضربتين ثلاثة، لانه مش سهل الدوج، فيحسسوك انه انك عملت انجاز، لانه بديهيا او فطريا بتضلك تكبس، بس هي بتعملش غير حركه واحده. بس على الاغلب انها بتكون قويه، ضربه السكينه اعتقد انه مات ولا لا؟ مات من 4 مرات اذا لاحظته، من 4 ضربات بالسكينه مات. والسكينه واضح انه لما تضربها عادي على الزومبي ضعيفه وما بتفش خلقك يعني. فا اوكي منيح اللي ظبطوا.
على فكرة مش دائما بزبط مع الدوج، بس حسيت انه في شغلات اكتشفتها ممكن تساعد. يعني مثلا هون هذا افضل مثال للاماكن الضيقة. يما هلا هون مكان ضيق، فاحتمال ضعيف انه يزبط، بس بنحاول. بعدين في شغلة شفتوا كيف لما ضربت، اذا لاحظتوا لما ضربت دارت في الحيط فما اجت ضربة السكينة، ما طبط فيه. فهي من الشغلات اللي ممكن تصير في الاماكن الضيقة. انا حاسس في الاماكن الضيقة عم تزبط معي اكثر من الاماكن الواسعة. اوكي او ماي جاد او ماي جاد. شفتوا كيف برضه في شغلة ثانية، انه حاولوا ما تعملوا دوج اذا كان في كتير زومبيز، لانه اذا ممكن تعمل دوج من واحد بس يمسكك الثاني زي ما صار من شوي. I think you're dead. Oh, you're not dead. You freak. شفتوا كيف بتدقر؟ بس ممكن لما تحترف الموضوع اكثر يزبط معك. هي ما ماتش. هي انقطعت اجره. What؟ كيف انقطعت اجره؟ طب احنا شفنا انا السكينه عجبتني. السكينه إيه عجبتني في الدوج برغم انها ضعيفه يعني. يا يعني مثلا هون كيف بدي اعمل دوج؟ ما في مجال، في زباله وفي حيط، فانا باخذ هيك مساحه. بعدين الكاميرا، الكاميرا جيكس، الكاميرا خلوها باتجاه الزومبي اللي بدكم تعملوا له دوج. ما تحاولوا شو اسمه حزين هذا، ما تحاولوا تلعبوا بالكاميرا كثير. Are you dead؟ فإذا اللي بيشوف أول فيديو رح يشوف الفرق بينه وبين هذا الفيديو بالنسبة للدوج. بعدين في شغلة هيك حابب أحكيها، هلا في ناس مش حابين يلعبوا الديمو من باب إنه حابين يلعبوا اللعبة كاملة أول ما تنزل. أنا بحترم طبعًا الناس اللي مثل هيك أكيد، بس شو بنصحهم أو شو ممكن تحكوا لهم؟ إنه ممكن الديمو تختصر تعمل سكيب للمشاهد السينمائية عشان ما تعرف ولا إشي، وبس تتدرب على موضوع الدوج لأنه مش سهل. لكن بمجرد ما تحترفه نوعا ما بسهل عليك كتير أمور. يعني مثلا هون هذا المكان واسع بس فيه كتير زومبيز، فممكن يعني نوعا ما نظبط الدوج ونبعد. بس لاحظوا كيف بتكوموا مع بعض. واو او ماي جاد، ثلاثة ورا بعض حسان جيكس. دقيقة، هذه عمرها ما صارت معي. انا دائما في هاي الفيديوهات اللي مثل هيك اللي هي نوعا ما تعليمية، والله لما ببلش اسجل واحكي معكم هيك كأنها بتزيد ثقتي بحالي صدقا باللعبة، وبصير بتصير شغلات معي تزبط اكثر. فا اوكي هذا المكان واسع في كتير زومبيز، بس ممكن ايش استراتيجيا تظبط الوضع. بسرعة وابعد ابعد لانه في زومبيز قراب. بتجمعوا مع بعض اذا ملاحظين، بتجمعوا مع بعض. هلا بنعمل دج بالرشاش وبنجيب الشوت جان كمان. اللي مش كتير عم بزبط معاي الدوج معه نيمسيس. ليش ما حدش عم يفقع راسه العمى؟ عم بستنى حدا يفقع راسه. نيمسيس مش كتير عم بزبط، في بعض الاحيان بزبط لانه حركاته نوعا ما كتيرة. في ضربات لها بوكسات سريعة، في ضربات لا. يس انا هاي اللي بحبها، بحب اسمع صوت البتش. اوكي الضربات، في ضربات سريعه في ضربات بطيئه، فانت مش عارف شو الضربه هاي اللي بيربط. لما بيرمي عليك الطفايل هاي انا مش عارف اعملها دوج. شفت يعني شفت ناس بيقدروا يعملوا لها دوج، انا لحد الان مش عارف. واضح جدا 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 انه الدوج باول سلاح اللي معك، بغض النظر شو هو، بغض النظر شو هو. على فكرة الرشاش ب Resident Evil 3 اقوى من 2 ريميك. شكله، صوته، الميكانيزم تبعه. يا ربي
يا ابن الفلوسس يخرب فلعب. اوه تنين اسم الله. هذا صافن بصاحبه. انا هون بحب اعمل لهذا دوج واجي هون واجمعهم كلهم هدول الاربعة. بس لازم تعمل دوج للي عند السيارة لانه اذا ما عملت له دوج ما بتقدر تقتلهم كلهم. هاي حبيتها. ماتوا كلهم صح؟ يا هذا هيك اشي زيادة. نجيب الشوتجن. اوكي كمان مثال هون على الممرات الضيقة، بالرغم من انه هذا الممر هو اللي خلاني اجيب ال 25 دوج تعين مستر تشارلي، بس برضه يعتبر مثال على الاماكن الضيقة. بس يمكن لانه الممر طولي وفيش فيه كتير اغراض تقدر انت نوعا ما تسيطر على المكان هون. هي القصة شو اسمه؟ القصة قصة انك بدك تدرس المكان وتقرر اذا بدك تعمل دوج او لا. طبعا كل ما احترفت الدوج اكتر كل ما كل انه ما فرق معك المكان. فانا هذا اللي عم بحاول اوصل له. فقلت مش غلط برضو اشارك الجيكس بهذا الموضوع. هتنعمل دوج بالشوتجن انا حابب. هلا في شرطي بيطلعنا من الباب صح؟ بعدين هل انا لحالي اللي حاسس انه اشكال الاسلحة احلى بهذا الجزء؟ هل هي مش قصة احلى يعني انه انا حاسس بالتحسن بين 2 و 3؟ تعال هات نعمل لك دوج بالشوتجن. يعني مثلا انا ما بقدر اعمل له دوج لانه هو كتير قريب من الحيط الوراني فصعب اعمل له دوج. شيش مان. اوكي احنا حاليا رح نحاول نعمل دوج مع نيميسز. بعرفش اذا عوجكم يا احلى جيكس يزبط معي لانه هيو عمل سيف لانه مش دائما بزبط. حلوة. حلوة. الموضوع موضوع توقيت. Let's go freak. قوم. يمو. ما تقومش. ترى ترى هاي هاي هاي. لأنها إيش بطيئة. إيه مش بطيئة بعملها تشارج فحركتها. أخ. هذه اللي انا مش ضابطه معي قصه التنتكل هاي. بس يرميها دائما بشفطني فبدي اتدرب عليها منيح. اما موضوع البوكسات نوعا ما مسيطرين عليه. ها برضه هذه من ضمن الضربات اللي بعملها تشارج وانا بكونش لسه حافظ توقيتها. ليش هيك حسيته زي اللي زعل؟ اوكي. اخ ليش 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 ليش؟ ليش 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 ليش؟ هلو؟ ايش بتعمل؟ كمان استنى 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 ولا برضه اتجاه الدوج بيأثر. فكر اعمل لورا هلا. هايها لورا لورا اتجاه الدوج بيأثر. يعني هو عم بضرب يعني انا بحاول اخذ دوج على الشمال. ما زبطت ما زبطت لانه في بسكليت وفي اغراض على الارض مش حتقدر تتشقلب وتروح. هاي غلطه مني. لما عملت دوج لورا زبطت. يا ايش يا هلو. الله مرة هادي. انا عامل زي الطرف اللي بيرميه علي. لازم اتعود عليها اكتر. I think I'm dead. يما شي هاي اللي تشارج. اوكي I think
I think إنه هذا الموضوع it's enough. But oh my god. Hello. أنا مبسوط إنها. Woo. أنا مبسوط إنها نوعا ما ظابطة معي يعني. أها. بدكم تشوف المكان بدكم تعملوا له دوج. غير هيك. عبث. أقل ما فيها إنه إذا ما زبط معك تبعد. هذه مش قابلة تزبط مع الطرفي هاي. حركتها يي يما ليش هيك هذا ها ما اجت في الفلافل يو فريك. ووو اخ يا فنونس حلوة يعني بنتدرب عليه قبل ما يجينا في اللعبة الكاملة ويبهدلنا على الآخر. يلا يلا زيد الهيلث. أنا استرسلت على فكرة حط الرشاش أنا استرسلت في الموضوع. استرسلت. Let's go baby. Woo. قشطة. هادوغن أو هو اللي عمل لي هادوغن مش أنا. Oh my god. هذيك أبدات. Okay. Okay, that's enough. خلاص that's enough. عرفتوا كيف؟ برجع بقول لكم ملخص سريع بالنسبة للوحوش بشكل عام. أول إشي حاولوا اختار مكان واسع عشان هي جيل لما بتعمل دوج وبتتشقلب على الأرض بدها مساحة تعمل الشقلبة عليها على الأرض. تمام هاي شغلة. شغلة تانية بدكم تحفظوا الحركات. الزومبيز كلهم نفس الحركة بمجرد ما يطلع صوت ويهجم بإيديه على طول اكبس كبسة الدوج والاتجاه المعاكس أو اتجاه معاكس ويكون الاتجاه المعاكس فاضي وضلك كابس على كبسة الدوج والاتجاه مش إنه كبسة واحدة وضلك كابس عليها. نيمسيز هي صدقا نيمسيز أنا حاولت نوعا ما أحترفه حاليا صار أزبط بكتير معي. بدكم تحفظوا حركاته لانه في حركات بعملها تشارج في تنتكل هاي تنتكل هاي لهلا مش ظابطه معي انا لانها سريعه بس اغلب حركاته بقدر اعملها دوج. بمجرد ما يجي بده يطب فيك نفس الشيء دوج ضلك كابسها واعمل دوج في مساحه واسعه. هذا الموضوع كثير سالتوني عنه في التعليقات كثير وانا اوريدي عم بتدرب عليه فقلت خليني اشارككم هالمعلومات ونعمل تيست وهيو عم بزبط شوي مع شوي عم بزبط لسه لثلاثة أربعة لتنزل فممكن من هلا لوقتيها بنصير كلنا محترفين الموضوع. موضوع الدوج رائع صعب بده تحدي بس بمجرد ما يزبط معك بتحس بإنجاز رهيب. ليش؟ لأنه معطينك مثلا هيك حركة جديدة للسكينة أقوى. الزومبي بموت من أربع ضربات سكينة في الدوج بس المسدس احتمال كبير إنه يصير هيد شوت. الرشاش نفس الشيء بيزيد احتمالية الهيد شوت. فعرفتوا كيف؟ وهذا غير انه احنا حاليا الاسلحه اللي عنا عاديه، يعني لما نطور اوريدي الاسلحه ونحط لها اضافات ونيجي نعمل بهاي الاسلحه المطوره دوج لسه بتصير اقوى واقوى، فموضوع الدوج كتير مهم. بتمنى اني اكون ساعدكم لو بشوي. يعني خلينا نقول هيك ساعدكم في زياده نسبه احترافكم لموضوع الدوج. انا حاليا بدي اتسلم على نيمسيز شوي. بحاول احترف قصة الدوج تبعت التنتكل. اذا زبطت معي اكثر من مرة بنزلها على السوشيال ميديا على انستغرام وتويتر الروابط تحت في صندوق الوصف. بنزل هاي المقاطع القصيرة على السوشيال ميديا تشوف اذا احترفت قصة التنتكل هاي او لا دوج. اوكي جيكس احنا وصلنا لنهاية الفيديو. اذا عجبكم لا تنسوا اللايك والشير. انا بتشكركم كتير للمتابعة وقريبا برجع لكم بفيديو جديد بامان الله.